لك عشان ما تخسرش. حضرة العمدة اتفضل يا شيخ الغفا. انا لقيت الواد حسنين والواد عوضين شغالين في ارض الحاج صالح غاني. الحاج صالح غاني وسايبين شغلني. فين ودوهم هناك يا شيخ الغفا؟ انا مش عارف. وانت كنت فين يا شيخ الغفا؟ انا ما اعرفش، انا ببص على انفار تحت ما لقيتهمش في قلب الانفار. ما لقيتهمش تحت؟ بلف من الياما التانية لقيتهم هناك، رحت امنت واكدت عليهم من غير ما يشوفوني. هاتهم لي يا شيخ الغفر دلوقتي حالا. حاضر يا حضرة العمدة. هات لي حسنين وعوضين دلوقتي قدامي. حاضر يا حضرة العمدة. بس يا عمدة هتطول بالي ايه؟ يا اخي تلاقيه طالع يومية ولا حاجة. يومية كام؟ انا بقبضه كل شهر يا شيخ البلد. ما بتدوليش فلوس يا حضرة العمدة. انا ما بتدوليش فلوس يا شيخ البلد. يا عمي خليه يومية يا عم، مش مشكلة. ده قبض الشهر اللي فات 150 جنيه. قبض الشهر اللي فات 150 جنيه. ما يهمش يا حضرة العمدة. هاتهم لي يا شيخ الغفر. حاضر يا عمدة. هاتهم لي دلوقتي حالا. حاضر. الله الله الله، سايبين ارض العمدي وشغالين ارض الحاج صالح غنيم. انا بقول لك وش الغم جه، وش الغم. تعال تعال قول. اصبر بس، اصبر، تعال اصبر بس يا شيخ يا شيخ الغفر. اصبر ايه ونيرت ايه؟ اصبر يا شيخ الغفر. شيخ الغفر ايه انت دخلت فيها؟ شيخ الغفر وانت انت هتاكلنا يا شيخ الغفر. اكلكم ايه؟ انا دلوقتي انا ما خدتكوش. اول ما قالوا لي هتعين شيخ غفر، انا ماروش غيرك انت عوضيه. انا عايز شغلتي انت. هو انتوا كلكم زعجانين من عوضين؟ عوضين وحسنين سايبين الشغل ليه ورايحين فين؟ صيبه عند الحاج. احنا جايين بشغلنا هناك عند حضرة العمدة. تعالى كلم العمدة. يا شيخ الغفر طب كلم الكلام ده ما تفهمنيش، فهمه هو. هفهمك بالمنطق بس اللي انت ما تفهموش. يعني ايه منطق؟ اصبر بس يا عم. ما فهمش منطق. طب تعالى يا شيخ الغفر. انا هفهمك هناك المنطق. هفهمك. انا اعرف المنطق يا اخويا. طب استنى دقيقه. لما واحد يخبط واحد في نص دماغه ما يقومش يديله منطق. طب اصبر يا شيخ الغفر. طب اصبر. انت بتدينا انت والعمدة بتاعك. قوم العمدة قوم يا لا ما خلص اللي في ده. خلص اللي في ده. انا كلم العمدي. يلا فضلت اخر العمدي. قوم يا اخوي. قوم يا شمنور انت وهو. بس يا اخوي. انت بتديني انت ولا عمدك؟ بديكوا ايه؟ قول له كده ما تقوليش اني. انت شو علينا شويه؟ بالراحه اخر يلا يا اخوي. مش لاقيين؟ طب ماشي. بقول له كده هنا. حضرة العمدي. ايوه. الرجاله هم. اقعد يا عم حسنين، اقعد يا عوضي. انا مش جاع. اقعد. انا بقول لك اقعد تقعد. اقعد اقعد يا ابني، اسمع كلام العمده يا ابني. حاضر يا شيخ. ايه يا عوضي؟ ايه النصوبة اللي احنا فيها دي؟ بس يا شيخ الغفر ما تتكلمش. ما تتكلمش اما العمده اتكلم ما تتكلمش. حاضر يا عمده. ايه يا عم عوضي؟ سايبين الشغل ورايحين تشتغلوا عند الحاج صالح ليه؟ احنا جايين بشغلنا في الارض يا حضرة العمده. ما تشوحش. كلم العمده وانت لك في جنبك. ادفع لك يا شيخ الغفر. كلم العمده وانت في جنبك. قد ايه باليوميه بتاعتك؟ تاخد في الشهر يا ابني كل واحد 150 جنيه. 150 جنيه؟ اه. ده ما يجيبوش بامبرز العيال. يوم ايدك مش في اليوم يا حسنين 5 جنيه في الشهر 150 جنيه وانت زيه 5 جنيه في اليوم ب 150 في الشهر. اتفرج يا عم عوضي. انا شفت حاجه اصلا. مش جابت الشهر اللي فات يا ابني؟ ما طارت الفلوس، رحت بقى المولد مع شيخ البلد. انا مالي؟ انا ليا فيه؟ تسيبوا الخيط ازاي وتروحوا تشتغلوا عند الحاج صالح يا شيخ البلد؟ استنى يا عوضي يا شيخ البلد. بتاكلنا ايه يا عم؟ مش بتاكل؟ بتاكلنا عيش ومخلي. اما هريت معدتنا بالعيش والمخلي. هو ده الموجود يا ابني. ما حدش بيخيب الدنيا. هيجي يا حسنين الراجل. بلاش يا حضرتك. لا هيجي ده يوميه كده على الماشي. ازاي اخدكم على عوضي من ورايا؟ ما يقوليش ليه يوميه على الماشي يا عمدي. ما يقوليش ليه؟ يقول لي شيخ البلد يعني ما كانش عارف وشافنا هو معدي. ما قاليش البلد يا عوضي. هو انت ما شفتناش واحنا عنده في الارض هناك. شايف؟ طب ما قلتش لحضره العمده ليه؟ انا السبب انا بقى ارضيه عليك اهو من بدري يا عوضي. زمان هو اللي بيقوم علينا. اه زمان شيخ البلد. انا مش عارف لك حل. اغسل منك ثلاث ايام وانا باخد فلوس عشان تغسل مني. حضره العمده. ايوه حضرتك. حد صالح مش موجود. لقيت ابنه. ابنه؟ اه مرحبا يا ابني. تعالى يا حبيبي. يا ابني يا حبيبي. ابوك فين؟ ابوك فين يا رب؟ انا مسافر يا عمي. مسافر فين؟ مسافر دمياط. مسافر دمياط؟ اه. ازاي ياخد لفار شغال عنده من غير ما يقول لي؟ هو اه ابوك حصل منه كده؟ اه. مش كانوش عندنا يا عم؟ لا كانوا عندكم. ما كانوش عندنا. غفير شايفهم في ارضكم. كانوا عند الحاج الدسوجي. الدسوجي مين؟ الدسوجي عوض. الدسوجي عوض؟ اه. منين الدسوجي عوض دي؟ كان ورا وانا شفتهم. انا في ارض الحاج صالح يا عم. ده واحد حد بني. ابويا الحاج صالح. ابن الحاج صالح. اه. ابويا الحاج صالح شافهم قال لهم انتوا مش كنتوا شغالين عند العمده؟ قالوا له لا احنا سيبنا العمده. تعالوا اهو يا عوضين.
انت يا ابني شفت احنا سامحتنا واحنا بنتكلم الكلام ده يا ابني. حصل يا عمدي. يا شغل غفا يا عمدي. قول للراجل ابن الحاج صلاح دوت ايه مش عايزه. ميجا بوب هتقول هتعمل فين ايه؟ خد وديه هتعمل فين ايه؟ اتفضل يا حبيبي اتفضل يا حبيبي. يا شغل غفا يا عمدي. خد الكندر اللي بوطن في الشجر اهو. هو انت كل ده تربط ايه كل عندك يا عمدي؟ ايه ده بس يا شغل غفا؟ اه كده الله يبارك لك ايدك بجيلك. ايه ده يا حبيبي يا عمدي؟ ايه ده يا عمدي؟ يلا يا شغل بلد يا شيخ البلد لو سمحت ما تتكلمش. يا حضرتك ما تتكلمش يا شيخ البلد. يا شيخ الله ايه ده بس والنبي يا شيخ الغفا. يا شيخ الغفا يا شيخ الغفا يا جماعه. 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 يا جمالك زرق صرف. يا مش عايز زيارات منك انت وهو. يلا حط المربي يا ابني. خلقت هنا تاني يا حضره العمده. حط المربي يا ابني مصالحه. انا بالك علي يا عمده. ده البال برضه يا عمده. اسكت يا شيخ البلد. اسكت. اشتغل اشتغل والله يا اخوي. تعال يا شغل غفا. حاضر يا عمدي. الله يستر فيهم. وطلع فيهم الزره اللي كنت رايح بيها بعيد. ولا اكيد بتسمع كلامي. ايه كده جوي يا حسنين؟ ما انت ما اتخرمتش اسمع كلامي. اعمل ايه يا حسنين؟ اسمع كلامك والعيال تاكل وتشرب منين يا حسنين؟ ال 10 جنيه بتاعت الحاج صالح اللي هتاكلهم. ما العمده بخيل يا حسنين، ما انا سرقت مره قبل كده. وانت فلاح. وانت فلاح في السجن. طيب وهو مسكني وانت السبب؟ انا السبب ولا الراجل بتاعك؟ الراجل بتاعي مين؟ الجاسوس. يا ابو جاسوس. لا حول الله يا ربي. اشتغل بقى اشتغل اشتغل بقى. احنا بقول لك ايه؟ نشوف الحاج صالح. اذا كان ابنه باعني. ما يعرفش حاجه. ابن الحاج صالح ما يعرفش حاجه. شغل غفا. ايوه يا عمدي. اما يجي الحاج صالح تجيبه لي عشان اتصرف معاه. انا اي حاضر. اما يجي الحاج صالح تجيبه لي. طب وبالنسبه للعيال ده نعمل فيهم ايه؟ العيال دي تنها شغاله لما يجي الحاج صالح لحد ما يطلع لها النهار. معلش يا شغل غفا. معلش يا حضرة العمدة. الواد ده قبل كده سرق. والواد ده قبل كده بوظ الحدود. والواد ده قبل كده سرق الفيلا يا عمدة. انا اللي مربيه. انت مصبر عليه الصبر ده كله ليه؟ يتيم يتيم. انا اللي مربيه. وكان سرق سعدية يا عمدة. معلش انا اللي مربيه. عارف يعني ايه سعدية يا عمدة؟ معلش يا شغل غفا. اسمع بقى يا شغل غفا. سرقنا قبل كده. انا مش عارف اشوف مصالح بتوع عوضين وحسنين. انا اللي مربيه. انا عوضين ده خارب بيتنا. انا اللي مربى عوضين يا شغل غفا. ما ينفعش انا اشتي من هنا. حتى لو عمل ايه حد شوف لك يا شغل غفا. حاضر تعالى اهو. حاضر اسمع كلام شغل البلد. تعالى اهو. طول بالك يا عم يا عم. انا طول بالي اهو. شوف البلد يا عم. العالم غلابي عايزه تاكل ايه؟ ما هو ساب الشغل وراح. روح تاني. معلش يا حضر الله. ما احنا سابين لهم السات السات ومفيش فايده. يوم كده ويوم كده يعني سيب الشغل بوظ الغفا وانا اشتغل عند الجار. مش انت السبب يا حضره العمده. مش انا جايب لك تجيب الناس فلوس. ما انا مرضيهم جبوط الشهر اللي فات. اهو صرفته في المولد. طب انا اعمل له ايه؟ اجيب له منين؟ انت اللي عرفت في المولد. معلش انت اللي عرفت في المولد. انت اللي عرفت في المولد. ما انا هاخدك ازورك ان شاء الله. سيبني الحسين يوم 6/11. نزلهم لي يا شيخ الغفا. هات لي عوضين وحسنين تاني. انا مالوش غير هو. هاتهم هاتهم. انت منك فين؟ ما تتكلمش معاه. قول له الكلام معايا. ما تتكلمش خالص. ماشي يا اخوي. بس انا عارفك قلت لك طول كده طول عمرك. اقعد يا حسن. ايه اقعد يا عوضيه. حاضر يا عمد. تعال يا شغل غفر. هنا يا شغل غفر. تعالوا. حاضر يا حضره العمد. احنا متاسفين لك يا عمد. غلطه مش هتتكرر تاني. ايه يا عوضيه؟ ايه حضرتك يا عمد؟ من حال ما كنتش مربيك يا ابني. سيبني وتمشي ليه؟ ما كانش معايا فلوس يا حضرتك. تعالى قول لي انا معاك فلوس وهديك اللي انت عايزه. لما تيجي تقول لي وانا ما ادكش فلوس بطلع اشتغل بره براحتك. انما تطلع كده من غير ما تقول لي والغفير يشوفك ويجي يقول لي معلش دخلت عندي جوه يا عوضيه. معلش يا حضرتك. ده لا احنا اتفق من خيري. طب وحياه سعديه؟
حياة الغالي. هبت عادية؟ اه. خلاص تفحت عنك على طول. ربنا يخليك لنا. عادية انت كنت سريع يا اخوي. اسكت انت يا شيخ الغابة. انت وش نكت. بس خلاص. حاضر يا حبيبي. تفتح الارض. عشان خاطرك يا حسنين. ربنا يديك الصحة يا عم. عشان خاطرك يا حسنين. ربنا يخليك يا عم دليني. وتروح لنا فيك الفرق في النقطة الفلوس. تعالوا قولوا لي. انك عنده فلوس تعالوا قولوا لي. احنا قلنا شيخ الغفر مر. قال لكم ايه؟ قال لكم ايه؟ قال لهم انتوا بتشتغلوا ده انتوا خسرانين فيكم الكرسي اللي بتاخدوه. هو قال لكم كده شيخ البلد والله الغفر؟ قال لنا كده والله يا عمر. يا عوضيه. انا قلت له كده انا. والله يقول اسمع. ما قالوش والله يا عمر. اسمع يا شيخ الغفر اسكت. يا حسنين. يا عوضيه. يا نزل لكم كتاب. يا شيخ. نزل لكم كتاب. خلاص يلا. خلاص يا حضرة العمدة. ربنا يبارك فيك يا حضرة العمدة. انا سامح لكم يا حسنين. اهدى بس يا غفير مصلحة عليك. يا غفير سيبهم. اهدى يا عمدة. احنا حمشنا بس. رجاك رجا يا عمدة. ايه؟ الشيخ الغفر. مال؟ بينجي لك الكلام كله كده يا شيخ الغفر. طب معلش يا حسن ايه كله كده شيخ الغفر وشيخ البلد. طب يلا يا اخويا ابو قول يا اخويا ابو بص يا عم قول يلا قول يا عم قول قول يا حبيبي قول يا عم يا عم يلا انزلوا كابتن وشغلكم مالي الحاج صالح عشان شيخ الغفر تجيبوا له الجيل. حاضر يا حضره العمد. هو في دمياط وجاء. ماشي اتاكد عليه انه يجي هنا. عينيا حاضر. ماشي ماشي يا عمدة. نعم. بقالك كم سنة في الدور ده؟ سنتين. عمدة. سنتين عمدة. ومكمل للآخر. مكمل للآخر يا أستاذ هبة. طب قول لي مين صاحب الفكرة دي؟ صاحب الفكرة دي صاحبه أخويا الأستاذ محمد كريم عوضيه. اتفضل يا عوضيه. والله لا الفكرة جت لي من زمان قوي. كنت أنا طبعًا شغال في كنت بمثل في القاهرة واخد بالحضرتك وخدت ادوار الحمد لله كتير اعداد كتير قوي مسلسلات وافلام واعلانات ولقيت بصراحه الدنيا كويسه قدامي وشفت التصوير وشفت اللوكيشن في اي مكان بقى بدات ان انا اعمل حاجه كده بالفلاحي حاجه فلاحي كده عرضتها واحنا قاعدين يعني عرضت الفكره مش على الكل كده يعني لا عرضتها الاول على اخويا السيد وصاحبي عرضتها عليه هو رحب بيها بصراحه ومن هنا بدات الايه بدات اعمل انا هو فيديو اتنين بدانا نزود جبنا استاذ ياسر درويش جبناه معانا عمل معانا فيديو بدانا نجيب برضو شيخ البلد اللي هو الحاج حسن عطله وبدانا نجيب صفوت سعيد زميلنا وبدانا نجيب بدانا نجمع وبدانا نجيب ابراهيم كملنا الفرقه وبدا كل واحد يعمل دوره وبدات الناس تتابعنا ورحنا عاملين ايه انشانا حاجه اسمها مصطبه الكبار بحيث ان الناس الكبيره هي اللي بتقعد تتفرج عليه فبدات بصراحه بدات تسمع وفي كل حته بامانه يعني والله مخطط ان يعني ربنا يكرمنا كده ونبقى حتى زي في مسرح مصر كده ربنا يخليك